السلام ورحمة الله. دكتور الله يسلمك، الله يكرمك حبيبي. حبيبي حيا الله بالأبطال الصامدين. حياك الله. سلح سلح، خذ راحتك. أنا سعيد جدا بزيارتك، هذا شرف كبير لنا. لنا شرف. الله يبارك فيكم. لنا شرف نكون بخدمتكم. الله يعطيك هذا الصحة. أقل شيء نقدمه. الله يعطيك الصحة. لهذه البطولة والتضحية والصمود. الحمد لله رب العالمين، ما نقدمه لا شيء في سبيل وطننا إن شاء الله وسبيل ديننا، وربنا يتقبل منا. والنعم، بارك الله فيك. أنا إلي ابن أول واحد رفع العلم على الإعلام على الدبابة في منطقة القرم. أنا تاركه رايا. نسأل الله أنه تكون أموره طيبة. يعني إن شاء الله. يعني إن شاء الله. الله شاكر. وفي بنتي دكتورة استشهدت هي وابنها وحماها. الحمد لله. أولاد عمي في مستشفى مهدي، يمكن سمعتوا وشاهدتوا على التلفزيون لما انتصفوا 14 واحد من العيلة، كلنا أطباء ومهندسين. الحمد لله رب العالمين. أمي أختي ابن أختي كله فدا الوطن وفدا الله، وإحنا اللي بنقدموا شيء بسيط يا رب. وفي البداية من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا حقيقة ما لاحظته منذ حضوري إلى العراق، البلد المعطاء، الشعب الكريم، يعني شيء لم أجده في أي مكان آخر، وكلمة حق هذه يجب أن تقال. الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أوصان: من صنع منكم صنيعا إيش فلتكافئه، فإن لم تجدوا ما تكافئه فادعوا له حتى إنه تشعر أنه كافأته. بارك الله فيك. واحنا لا نملك الا الدعاء لكم. الله يا رب يعطيك الصحه ويقويك على قياده هالبلد وامورها وينصركم على من يعاديكم. احنا القضيه الفلسطينيه في وجداننا. الشعب العراقي شعب طول عمره مع الشعب الفلسطيني، وهذا شيء يشرفنا ونشكركم عليه. نفتخر ونحتز بهذا الصمود، بهذه التضحيه، بهذا الايمان. بصراحه انت انطيت شهداء وانطيت جرحى وتتحدث بهذه القوه وبهذه الثقه. هذا ايمان كبير سبحانه وتعالى، ايمان بالقضيه. ما في ادنى عصبيه. دكتوره زي القمر، عمرها 27 سنه، هي حاضنه ابنها. بركات دماء الشهداء الان لها اثر كبير. هذا العدوان الهمجي البربري اليوم انكشف امام العالم كله، وشفت الدول مواقفها كلها تغيرت. الحمد لله. انكشفت حقيقة هذا الكيان الصهيوني الإجرامي. وقفتكم جميعا في خدمتكم. الله يبارك فيكم. أنا أول ما جيت هنا حس أن أنا بنتكم. هذا بنتكم. أنا بنتكم. بجد حس أنه بنتكم. شوفكم خير إن شاء الله. حياك الله. السلام عليكم. السلام. بعد سلامة. حياكم الله. طيبين إن شاء الله. إن شاء الله. الله يسلمك. شلون الحمد لله تمام. هنا الدكتورة. دكتورة. سلام الله. الله يخليك. شلونكم؟ شلون الحجية؟ الحمد لله. إن شاء الله مرتاحين. الحمد لله. واحنا في خدمتكم حقيقة، يعني هذا أقل ما نقدمه لإخواننا وأبناء شعبنا الفلسطيني البطل الصامد المجاهد. هذا بلدكم الثاني العراق. كل اخوانكم هنا الاخوات كلها في خدمتكم، وان شاء الله ترجعون معززين مكرمين. يا الله. السلام عليكم. الحمد لله على سلامتكم. شلون امورك؟ كل شيء متوفر عندك؟ علاج؟ كل شيء متوفر حاليا، انا حجهزه بعد اضافي بعدين. السلام عليكم. ها؟ على البطل. شو اسمك؟ نور الدين. نور الدين. يا الله البطل المقاوم. أنت من وين نور الدين؟ فلسطين. فلسطين. حياك. حيا الله فلسطين وغزة. طيب إن شاء الله. شو الصحة؟ كريم دكتور. كريم كريم. هذا سهل. إن شاء الله بصحة وعافية. بلدكم الثاني العراق. والله أهل العراق على راسنا. الله يحفظك. والله على الله يحفظك. أنتم على راسنا بصمودكم بطولتكم تضحياتكم. والفضل لكم على راسنا. فضل لله. الله يرضى عليك. شنو وضعك الصحيح؟ مستمر على المتابعة. حتى ابنها هو هم مريض، عنده خطية برجليه، عنده ورم بالكاحل. أيضا دكتور
ولد حسن التابعه عنده شو اسمه عنده ورم يسوي له اشعه. الصراحه ما قصروش من يوم تمجينا هم بدوا معنا في العلاج ومش مقصرين معنا ولا حاجه في المستشفى موفر لنا كل حاجه الحمد لله. هذا اقل شيء نقدمه فضل لكم والله فضل لله والله فضل لكم. شو انا وضعك الحمد لله الحمد لله من غزة؟ اه من غزة. حياك الله حياك غزة رضيت شعب واحد الله يسعدك الله يسعدك احنا بنشرف بيك وفي كل مكان بنشرف بنشرف الله يحفظك ان شاء الله صحة وعافية مع السلامة مع السلامة الله يسلمك طيب ان شاء الله الحمد لله اهلا وسهلا اهلا وسهلا ان شاء الله مرتاحة الحمد لله احلى راحة يا بلدي ارضي وهذا بلدك الثاني ان شاء الله بلدي الثانية ان شاء الله الحمد لله والله ما بنسى استقبالكم والله ابدا واجبنا هذا هذا اخر شيء نقدمه لكم ارض الثانيه هذه انتوا اللي اكيد وناس قدمتوا التضحيات وقدمتوا هذا الصمود وهذه البطوله انتم شرف وعز لكل المسلمين وكل الاحرار والله انتوا يا اهل العراق الله يحفظكم راسنا من فوق الله يسلمك يا رب الله يخليك ان شاء الله تمام الصحه والعافيه الله يعافيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا السلام عليكم شلونك هذا البطل شلونه السلام عليكم الله حبيبي قال له البطل اسمك موسى شلون صحتك الحمد لله زين انت بطل انت من غزه فلسطين ارض الابطال السلام عليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم الله يسلمك اهلا مرحبا الحمد لله على السلامة الله يسلمك يا طيب ان شاء الله الحمد لله على السلامة اسمها هنا مرتاحة ان شاء الله اكيد يا الله احنا في العراق كيف ما بدي ارتاح بلدكم الثاني الله يسلمك يا رب واحنا بالخدمة ان شاء الله كل الاخوة ما يقصرون طيب ان شاء الله طيبة نورها انت منورة منورة بغداد منورة شفتك على التلفزيون هلقيت شفناك حقيقة سيادة الرئيس ممكن طلب صغير قولي بالخدمة افتح الكاميرا صورك اوريك ابعت لاولادي بغزة يلا بس تفضلوا الضيفة شكرا والله اهلا وسهلا شرفتونا السلام عليكم حي الله الابطال الوالدة ان شاء الله موجودة هنا في بلدها الثاني العراق وكلنا في خدمتها واريدكم تطمئنون صحتها بخير وكل الاطباء موجودين لاكمال العلاج سلامنا لكل اهلنا في غزة البطلة الصامدة والله السلامة حي الله البطل ان شاء الله الله السلامة شلونك الحمد لله وحدك لو حد يعرف العاد وحدك كلنا اخوانك وعائلتك وهذا بلدك الثاني اكيد واكثر الله يبارك فيك ربنا يفرج ونعم بالله ربنا تفرج يعني والله يعني احنا امام هذه الايمان اللي عندكم الشجاعه حقيقه نعتز ونفتخر الحمد لله الله يسلمك صحة وسلامة إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. الله يسلمك. الله يسلمك. هذا البطاطا الطيبة. شلونك؟ شو اسمك أنت؟ يامن. يامن من أطفال الأبطال في فلسطين خلال القصف. وقوع السقف مال منزلهم على قدمه كانت وكسر بعظم الفخذ عنده صار الحولي جاب وضع بلاتين داخلي الحمد لله حاليا يعني درجة جيدة جدا من الشفاء ومحتمل إن شاء الله بنهاية هذا العام يتم رفع البلاتين كل الفلسطينيين أبطال الله يسلمك الله يسلمك يا سيد الرئيس والله الحمد لله على السلامة الله يسلمك 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 بس عمر والله تقول عايشين بين أهلنا هو احنا أهلكم وهذا بلدكم الثاني واللي قدمه أبسط شيء يعني حياك الله وألف شكر لتضحياتكم للشهداء لهذا الصمود اللي يعتز به كل إنسان إن شاء الله بالشفاء التام
اللهم امين. احنا كل الاخوه في خدمتك. امين. الله يجزيكم خير. كيفك؟ الحمد لله رب العالمين. انا مبسوطه جدا جدا يعني اني شفت حضراتكم، يعني ما شاء الله خدمتكم. يعني انا بتشرف اني شفتكم. لنا شرف. يعني انا ما كنتش متوقع نفسي ان احنا نلاقي الحفاوه هذه، الاستقبال هذا لنا. فانا يعني بشكركم جدا جدا. ابدا. يعني معامله عن جد عن جد ما كنتش انا متوقعها. بالعكس والله عن جد ما كنت انا متوقع معامله من بلد العراق بالنسبة لنا يعني زي. احنا قلوبنا معكم. الله يخليك. تقدمتوا موقف نفتخر به. الحمد لله. والصمود والتضحية أمام هذا العدوان. الحمد لله. إن شاء الله الصحة والعافية.